بالمدينة 50 سنة كاملة، أحسن حياة الدنيا الحياة في المدينة المنورة. يقولون جاء رئيس دولة إفريقية ومعه مترجم من بلده، وزاروا الملك فيصل الله يرحمه. فالملك فيصل يقولون أعجب بفصاحة الطالب هذاك وسلامة اللغة. فقال له أين تعلمت العربية؟ فقال الطالب أنا نبت غرستموه في المدينة المنورة. أنا درست اللغة العربية بنفسي. مشاكل كثيرة لغير العرب إنما يتعلم اللغة العربية، فأنا عرفت هذه المشاكل بسبب أنني تعلمت بنفسي وعرفت يعني المطبات التي في التاريخ. أين مجموعة تقريبا يعني 35 كتاب، أين دروس اللغة العربية غير ناطق بها، هي 3 أجزاء. والله اللغة العربية لغة سهلة، الناس المدرسون المناهج الطلاب هم الذين يصعبونها، وإلا هي لغة سهلة المدرسون يصعبونها. أنا أرى في الكثير من يعني برامج تلفازية ناس من البداية يقولون الاسم إما مهمل إما له معنى، كلام فارغ. لماذا يعني لماذا تهتم بالمهمل أنت؟ أمن تذكر جيران بذي سلم، ذي سلم مكان المدينة. أمن تذكر جيران بذي سلم مزست دمعا جرى من نقرة بدمي. هذه البداية يعني.